فورتاي، فورتاي جاي مع جوست مع حطة. شكون يكون يتصور معاك؟ شباب الرئيسي شوفها رمزي بورقبة موح نبدا لي زانسكريبسيون بون راح نديرو شكون شبيه على كل حال ماهيش جديده من عند اسنا باسكو ما فين طول طون يدير هاد لي زاكسيون. هاد المره با كانت اكسيون هيومانيتير دونك نشكروه ونشكرو كاع اللاعبين لي زونسيان وحتى الفنانين. نطلبها اسم بلديه بلوزداد محمد عمامره اللي دائما في المستوى اللي يعاون ويساعد هاد لي جون هادو الجمعيات وكاع يساعدوا هاد الجمعيه هادي اللي راح تنشط في هذه المجالات اقتصاديه رياضيه ثقافيه. المبادره هذه داروها اصدقاء تاعنا رياضيين ممثلين كما راك تشوف الدعوه كامل جميع فئات المجتمع راهم هنايا دي كوميديا لاعبين قدامى وفنانين دي كوميديا ترحم من على ضحايا الحرائق. نترحموا على الشهيد وعلى كاع الناس اللي ماتوا في الحرائق ربي يرحمهم واللي مازالوا عايشين ربي يعوض عليهم. مبادرة يعني جمعت كاين دي جوار اللي عندنا بزاف ما شفناهمش كاين اللي كيما سالمي مزوار عندنا بزاف ما تلاقيناش تاع الوسط الفني يعني بيتيتي اسلام عاد هذو كاع صحابنا يعني. هذه المبادرة درناها انا واسلام مختاري باسم رئيس جمعية نادي شباب الرويسو تاعهم نادي رئيس الجمعية. بون هذه لميناها باش نجمعوا الشمل ما بين لي جوار ولي كوميديا ومبادرة نتفكروا خونا نترحموا عليه. كانوا حاضرين قدامى اللاعبين وكذلك الرؤساء وكذلك الممثلين والصحفيين تحت اشراف وبحضور انه نشوفوا حضور تاع قدامى الشباب الاسلامية. مباراة جميلة جدا وان شاء الله نضمن فريق هايل ويلعب بمستوى رائع ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع ان شاء الله. مبادره كما هذيك شغل تحس باللي جوار ولا فنان ولا كاع عندهم الشعب الجزائري كاع عندهم احساس واحد يحبوا التضامن يحبوا خاوتهم. نتمنى ان شاء الله مبادرات كما هذو ان شاء الله نزيدوا نشوفوهم ان شاء الله. نشكر كل لاعبين اللي حضروا اليوم معنا لاعبين ارماده اللي قدموا كل ما لديهم في الملاعب الجزائريه صالوا وجلوا بفنياتهم. تشوف انت كيما لاعبين كبار جاونا من الشرق من الغرب يعني على جال ايفينمون كيما هذا والله صافي فريمون بليزير. الحمد لله ابينا ان نكونوا حاضرين في هذه المبادره هذه اللي نعطيها ولو انه مبادره ما راهيش يعني كبيره لكن في قلوبنا هي حاجة كبيرة لأنه تجمع ما بين فنانين ما بين لاعبين قدامى. مبادرات هذه نطلبوا أنهم يكثروا منها لأنه راح نتضامنوا مع سوا شهداء سوا ضحايا العمل كالي ميليتير تسمى شغل هذه المبادرات. احنا ماذا بينا المجتمع المدني يزيد يشجع عليهم.